كابتن طارق العشري، شايف ازاي التجربه الجديده للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيروم على النادي الاهلي والمدربين القادمين من فرنسا؟ يعني المدرسه دي دايما تواجدها في مصر قليل، مش زي العدد الكبير اللي سبق له انه درب في مصر زي المدرسه البرتغاليه او الالمانيه او بعض المدارس الاخرى في التدريب. هو طبعا في شك خض تجارب جيده جدا قبل ما يتولى حتى وادي دجله، كان مع فريق مازيمبي، فريق مازيمبي من الفرق الكبيره اللي دايما بتلعب على تصنيف الاول في بطولات افريقيا. يمكن ده احد يمكن العناصر رشحته للنادي الاهلي. بالاضافه طبعا لتجربته الناجحه كانت مع وادي دجله. واعتقد ان هو مدرسه زي ما انت بتقول، مدرسه جديده. والكره الفرنسيه للامانه كره متطوره، يعني حتى في بطوله كاس العالم بتادي بشكل جيد جدا. هم مجددين كمان منتخبهم ونازلين بمتوسط الاعمار، عاملين فريق شاب يعني. لا عاملين اولا كره جيده جدا هجوميه، من ناحيه التكتيك جيدين جدا حتى في الانتشار داخل الملعب. فانا اتمنى الفكر الفرنسي ديت يتقبلوا اللعب المصري بشكل كبير، لان هي يعني من زمان ما دخلتش الكره المصريه. ويمكن قريبه جدا جدا ان هم يمكن من او هو بالذات شخصيته بحكم ان هو احتك مع الفريق وادي دجله بشخصيه اللاعب المصري بالذات. فانا اعتقد ان هو قاري الموقف بشكل كويس. ان هتسهل له المهمه ان له تجارب سابقه في التدريب في مصر، مهمته مع النادي الاهلي هتبدا الموقف من منطقه اسهل شويه. وانا كنت فاكر يعني كان في تنافس كبير جدا لما كان مع وادي دجله ان هو ينتقل النادي الاهلي. انا اعتقد برضه النادي الاهلي كان فتح معاه خط قبل ما يسيب ويروح امريكا، لان هو ساب وراح امريكا مرن في نادي في امريكا. فيعني مش غريب على الكره المصريه ومش غريب على اللاعب المصري. اتمنى ان احقق نجاحات بشكل كبير، لان انت عارف اللعيب المدرب الخاصات الاجنبي اللي بيحقق نجاحات زي مستر مانويل كان، الجماهير خاصه جماهير النادي الاهلي بتتعلق بيه بشكل كبير جدا. والناس كادارات يعني بتحاول توفر له كل سبل النجاح، واللعيبه كمان بتندمج معاه. طريقه المدير الفني باتريس كارتيرون اللي حضرتك تابعتها خلال تجاربه السابقه، سواء متابعتك في البطولات الافريقيه له مع مازيمبي او هنا في مصر مع وادي دجله، هل تعتقد انها هتقدم افضل ما لدى المجموعه الحاليه من اللاعبين في الاهلي؟ طريقة أدائه كمدير فني والتكتكس الخاصة يعني هو دخوله كعنصر جديد بيحاول بقدر الإمكان أن هو يكون مؤثر بالإيجاب. لأن طبعا أنت عارف ده أول تواجده مع النادي الأهلي، والنادي هو عارف مقدر نادي قيمة النادي الأهلي سواء داخل مصر أو على الصعيد الإفريقي. فهو ذات نفسه جاي عاوز ينجح يعني في تجربة كبيرة جدا بالنسبة له، وهو عارف ان ده هيضيف لرصيده التدريبي خلال هو قال انا عليا مسؤوليه كبيره. انا عارف ان انا بتولى تدريب اكبر نادي في النادي الاهلي. ده نادي بيلعب على بطوله، يعني دايما بجماهيره ادارته بتطالب لاعبيها انها بتلعب على مركز واحد ولا المركز الاول سواء على الصعيد الافريقي او الصعيد الدوري. فانا اتمنى له التوفيق، واتمنى ان شاء الله اللعيبه تندمج معاه بشكل كبير وتنسجم ويخلق تيم قوي للنادي الاهلي في خلال الموسم اللي جاي، لان شايف الموسم اللي جاي يعني كل الفرق بتستعد بشكل كبير جدا. وانا اتمنى ذات نفسي، لان انا ذات نفسي بعتبر الدوري ضعيف، الدوري اللي النادي الاهلي بينهيه قبلها ب10 اسابيع ما يبقاش فيه قوه. فانا اتمنى ان يبقى فيه تنافس حتى للاخر لاعلان بطل الدوري. الاسابيع الاخيره من الدوري. الاسابيع الاخيره طبعا يعني ما يبقاش الامور منتهيه بشكل كبير جدا جدا. هل المجموعة اللي شايفها حضرتك دلوقتي من اللاعبين نجوم النادي الأهلي، المجموعة الحالية سواء من أصحاب الخبرات أو اللي صعدوا من الناشئين أو الشباب في الفترة دي، هل هي كافية لتحقيق الطموحات واللحاق بالبطولة الأفريقية إن شاء الله والحصول عليها والإبقاء على التفوق في الدوري الممتاز؟ ولا رأيك الفني من خلال حبك واهتمامك ومتابعتك للنادي الأهلي إنه محتاج دعم بعدد من الأسماء في الفترة الجاية؟ شوف، هو في ثبات في الفريق بشكل كبير جدا، وفي لجنة كرة طبعا بقيادة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وفي هو رأيه الشخصي بعد ما يقضي الفترة اللي فاتت ديت أكيد هيقعد مع اللجنة. لو هو محتاج تدعيم هيقول لهم بشكل كبير، إن هو ده فريق مطالب ببطولة. عشان يطالب ببطولة لازم يكون عنده أحسن العناصر بالإضافة لمجموعة اللعيبة المحترفة. أنا شايف إنه عنده مجموعة اللعيبة المحترفة بشكل كبير جدا. طبعا طبعا يعني لو في
في تدعيمات اعتقد النادي الاهلي مش يعني مش هو من الامور الايجابيه انه اكد كمان بعد اجتماعه مع مجلس الاداره ومن خلال المؤتمر الصحفي انه حصل على الدعم الكامل من مجلس الاداره وكامل الصلاحيات، ومجلس الاداره اكد له انه هيتعاقد مع اي لاعب يراه ضروري للفتره الجايه مع الفريق. وده حق اصيل من حقوقه، ان هو طبعا انت بتطالبني ببطوله، انا عاوز لعيبه جيده. انا افتكر طبعا لمستر مانو كان بيقول انا عاوز فلان وفلان وفلان، مجلس النادي وفر له في الوقت ده الحقيقه فريقين كاملين كل فريق منهم يقدر ياخد الدوري عشان احقق البطوله عشان احقق البطوله، وده انعكس على النتائج والاداء. هو قدم بده مستوى طبعاً متميز جدا طبعاً الحقيقه طبعاً. فانا شايف ان يعني مش هياخد وقت كبير جدا عشان ينسجم مع اللاعبين، وان هو يخلق تيم قوي جدا. هو اولا عنده تيم جاهز من ناحيه الانسجام، هيضيف طبعا عليه لمسيته بشكل كبير جدا تكتيكيه شخصيته هو، وطبعا بانسجام المجموعه الجديده مع المجموعه القديمه. انا اتمنى برضو ان المجال يفتح اكتر لمجموعه من الشباب، دماء جديده تخش تضخم من فريق الشباب في النادي. شايف ان العناصر دي بتبقى مؤثره يعني من ابناء النادي، من ابناء النادي، لان انا شايف برضو ان من فتره كبيره جدا ما فيش حد من ابناء النادي اللي هم القطاع انه بيتصعد او يكون ياخد فرصه كبيره جدا في الفريق الاول.